ذهب الى صلاه الجنازه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يعني لحظة الخروج ده بعد صوت الجنازة عليه الوداع الأخير مع السلامة يا بابا. الكل هنا طبعا حزين على بابا، يعني بابا هنا العشرات بل المئات هنا بيودعوا بابا حاليا دلوقتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الفردوس الأعلى وأن يرزق هذا الصبر والسؤال، يعني يصبر أبوه يا رب يصبر أبوه زي الناس اللي بتقول كده وهي خارجة من صلاة الجنازة، لأن الوضع صعب. هي وضع إسماعيل اللي صعب بوضع رضا حبيب الملايين. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأطفال بتبكي بدل الدموع دم، مش حابب أجيب شكل الأطفال وهم بيبكوا، ولكن صوتهم أكيد حضراتكم سامعينه. أنا ناخد خطوة لورا يا جدعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمك يا بابا، ربنا يرحمك يا بابا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مع السلامة يا بابا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. زي ما حضراتكم شايفين انهيار المدن اسماعيل. انهيار المطرب اسماعيل الليثي زي ما حضراتكم شايفين حاله من الحزن الشديد، والكل كان بيحب بابا وكان على صله بكل الناس. Thank you.
أعلى من الحزن الشديد على منطقة إمبابة كلها. زيكم شايفين العديد من السيارات وفي ازدحام والناس كتير بابا ومناطق تانية كتير جاية تودع المرحوم. على صلة وقريب من قلوب الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمهم الصبر والسلوان اللهم آمين يا رب. مهما نقول من كلام لا يوصف حالة الحزن الموجودة في منطقة إمبابة وانهيار المطرب إسماعيل الليث على نجله وشكيك عمره الطفل رضا وشهرته ضاعت. ربنا يصبره من صبره والسلوان اللهم آمين يا رب.